الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن وقفنا عند القاعدة 21، نقول وبالله التوفيق. القاعدة 22، الله عز وجل هو المؤثر المطلق التام بذاته. الله عز وجل هو المؤثر المطلق التام بذاته، هو المؤثر المطلق التام بذاته، يعني أنه عز وجل هو الذي يؤثر بنفسه استقلالا ويقدر حدوثه بدون إذن من أحد ولا باستعانة بأحد، ولا يحتاج الله عز وجل إلى سبب آخر يعينه، إذ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو استقلال، فهو المستقل بالتصرف والمستقل بالتأثير والمستقل بالإحياء والمستقل بالإماتة والمستقل بكل نوع من أنواع ربوبيته عز وجل من غير معاونة من أحد أو مظاهرة من أحد أو إذن من أحد، فهو مستقل بالإغاثة دون إذن من أحد، وكذا مستقل بالنصر وبالإذن بالشفاعة وبالإعاذة وبالإعانة من غير إذن من أحد، وهذا لا يجوز اعتقاده في أحد إلا الله تبارك وتعالى. فمن جعل غير الله مستقلا مؤثرا بذاته فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله عند قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال رحمه الله: الله الذي خلق كل شيء بذاته تبارك وتعالى، فالولي الذي يتولى أمرك وهو الولي الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعا فيه بلا أخذ إذن من أحد، فليس للعبد دون الله من ولي مستقل، وليس للعبد دون الله عز وجل من ظهير معين، فلا مغيث على الإطلاق ولا معين على الإطلاق ولا نصير على الإطلاق ولا مالك للشفاعة على الإطلاق إلا الله عز وجل وحده. ومن صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو واضح. ومن القواعد أيضا: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وبرهان ذلك إنكار الله عز وجل في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها السلف بقولهم أي أنهم يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المسخر للسماوات والأرض والمحيي والمميت ثم يعبدون غيره، فمن أقر بأن الله عز وجل هو الواحد في ربوبيته فالواجب عليه لزاما أن يقر تبعا أنه الواحد في ألوهيته، ومن فرق بينهما فقد فرق بين أمرين متلازمين. فإذا سألت هؤلاء الكفار: من الذي خلقكم؟ فإنهم يقولون الله. من الذي رزقكم؟ يقولون الله. من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ يقولون الله. ثم إذا قلت لهم: ومن تعبدون؟ قالوا: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا تناقض عجيب، ولذلك قرر أهل السنة هذه القاعدة ليبينوا بها
أن كل من أقر بربوبيته عز وجل ووحده في مقتضياتها فالواجب عليه لزاما أن يقر مباشرة بألوهيته ويوحده بمقتضياتها، والله أعلم. القاعدة 24: توحيد الربوبية هو البرهان الأعظم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو البرهان الأعظم لتوحيد الألوهية، وهذا منهج القرآن من أوله إلى آخره. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يستدل على وحدانيته في ألوهيته جعل طريق الاستدلال على ذلك وحدانيته في ربوبيته، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا ألوهية، الذي خلقكم، وهذا دليل ربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا ربوبية، والسماء بناء، هذا ربوبية، وأنزل من السماء ماء، ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ربوبية. ثم استدل بهذه الربوبية على المطلوب الأعظم وهو الألوهية في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا من أعظم ما يستدل به على وحدانيته في ألوهيته تبارك وتعالى، والله أعلم. القاعدة 25: سلب خصائص الربوبية عن المعبودات دليل بطلان إلهيتها. سلب خصائص الربوبية عن المعبودات دليل بطلان إلهيتها، أو تقول دليل بطلان عبادتها، لأن التأله هو التعبد، كما قال إبراهيم لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالإله لا يصلح أن يكون غير سميع ولا بصير، فالأعمى لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا إلها، والأصم الذي لا يسمع أيضا لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا إلها. وقال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذي لا يستطيع أن يخلق هذا المقدار الصغير الحقير من المخلوقات لا يصلح أن يسجد له ولا أن يركع له من دون الله عز وجل. ثم قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإله يعبد من دون الله وهو ضعيف بهذه المثابة، بحيث لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، لا يصلح أن يكون إلها من دون الله عز وجل. وقال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فاستدل الله على بطلان إلهيتها بسلب خصائص الربوبية عنها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينتفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا لمالكها، أو وجيها عنده ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أردت أن تستدل على بطلان ما يعبد من دون الله فاسلب عن هذا المعبود خصائص الربوبية، تنقطع بذلك جذور الشرك من أساسها، والله أعلم. القاعدة 26: لا يصح الإيمان بالربوبية إلا بإثبات القضاء والقدر. لا يصلح، أو نقول لا يصح الإيمان بالربوبية إلا بإثبات القضاء والقدر.
فالإيمان بالقضاء والقدر هو من ربوبية الله عز وجل، هو من ربوبية الله عز وجل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، فردها إلى القدرة التي هي من معاني ربوبيته، لأنها من معاني ربوبيته، ولأن القدر سر الله أيضا المكتوم الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فجميع ما قضاه الله وقدره إنما يرجع إلى معنى من معاني ربوبيته، لأن القدر فعل الله، وفعله من جملة ربوبيته، فمن كفر بالقضاء والقدر فقد عطل الله عز وجل عن ربوبيته أي عن فعله. وقد كثر وقد تواترت الأدلة بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر مما تعرفونه ولا داعي لذكره. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا إثبات فاعل مستقل يتنافى مع الإيمان بالربوبية، إثبات فاعل مستقل يتنافى مع الإيمان بالربوبية. فمن اعتقد أن مخلوقا يستقل بفعله وتأثيره فإنه مشرك مع الله عز وجل في ربوبيته، كالرافضة الذين يزعمون أن آل البيت يستقلون بأفعالهم وأنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ وما كتبه الله عز وجل فيه، ولهم القدرة والتدبير والتصرف التام الشامل في إدخال من شاء إلى الجنة وإدخال من شاء إلى النار، وأنهم هم الذين يقسمون أرزاق الخلق ونحو ذلك. هؤلاء مشركون كفار بالله العلي العظيم، لأنهم يثبتون فاعلا مستقلا بفعله بغير تقدير الله عز وجل. فمن اعتقد أن أحد المخلوقات يؤثر بفعله استقلالا فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل. ومن القواعد أيضا ثبوت تأثير الأسباب، ثبوت تأثير الأسباب بذاتها يتنافى مع الربوبية، ثبوت تأثير الأسباب بذاتها يتنافى مع توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن الطيرة تؤثر بذاتها فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل، ومن اعتقد أن الأفلاك أو النجوم مؤثرة بذاتها فقد أشرك مع الله عز وجل، ومن اعتقد أن التميمة تؤثر بذاتها فقد أشرك مع الله عز وجل، بل ومن اعتقد أن الرقية التي ثبتت سببيتها بالشرع ولكن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها بدون تقدير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل، ومن اعتقد أن مذاكرته تفيده النجاح بذاتها بدون تقدير الله عز وجل فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى. فإذا الأسباب لا يجوز اعتقاد كونها مؤثرة بذاتها كما هو مذهب مشركية الأسباب، والله أعلم. القاعدة 29: الرب معرفا مطلقا لا يطلق إلا على الله عز وجل. الرب معرفا مطلقا لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يتسمى أحد بالرب بالألف واللام، هذا من جملة الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى، ولكن يجوز أن تطلق لفظة رب بدون ألف ولا لام إذا كانت مضافة، فتقول رب الغلام، رب الدار، رب السيارة، فهذا لا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله عز وجل. وأما إذا عرفتها بالألف واللام وأطلقت فإنها تعتبر من جملة الألفاظ الخاصة بالله تبارك وتعالى، كاسمه الله والرحمن والإله ونحوها،
فهذه من جملة الأسماء الخاصة بهذا التركيب. وأما إذا جردت عن الألف واللام وأضيفت فلا بأس بإطلاقها على المخلوق، والله أعلم. القاعدة 30: ذكر مقتضيات الربوبية، ذكر مقتضيات الربوبية في الأدلة يقصد بها البرهان الاستدلالي للتقرير الابتدائي. ذكر مقتضيات الربوبية في الأدلة يقصد بها البرهان الاستدلالي للتقرير الابتدائي، وهذه قريبة من بعض القواعد التي أخذناها سابقا، وهي أن من الناس من إذا سمعنا نقول بأن الرسل إنما بعثوا لتقرير توحيد الألوهية فقط، فإنه يحتج علينا بكثرة الآيات التي تذكر توحيد الربوبية، بل إنك لو قارنت في القرآن بين الآيات التي تثبت توحيد الربوبية وتتكلم عنه مع الآيات التي تتكلم عن توحيد الألوهية لوجدت الأولى أكثر. فكيف تقولون بأن الرسل إنما بعثوا لتقرير الألوهية للربوبية؟ فالجواب عنهم بهذه القاعدة أن الرسل والآيات والنصوص إذا ذكرت أحد شيئا من مقتضيات الربوبية فلا تذكره من باب التقرير الابتدائي، لأنه توحيد فطري لا يحتاج إلى تقرير، فهو من العلوم الابتدائية الجبلية الموجودة في النفس أصلا، وإنما تذكره الرسل من باب البرهان الاستدلالي، يعني من باب الاستدلال به على المطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية. فإذا ذكره في الأدلة ليس من باب التقرير الابتدائي وإنما من باب الاستدلال البرهاني. ومن القواعد أيضا الإقرار بالربوبية مجردة عن الألوهية لا ينفع في الآخرة. الإقرار بالربوبية مجردة عن الألوهية لا ينفع في الآخرة، وأنا أقسم بالله العظيم أنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وعقوبة وحجة عليه يوم القيامة، لأن من جملة ما يقرر الله عز وجل به المشركين يوم القيامة يقررهم بربوبيته التي كانوا يقرون بها، يقررهم بربوبيته التي كانوا يقرون بها. فمن ربوبيته رزق الطيبات، يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار إيش؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الآية. فقررهم عز وجل بربوبيته وجعلها حجة عليهم، لأنهم لم يقرنوا ربوبيته بألوهيته. فلا ينتفع العبد يوم القيامة بأنه مؤمن بأن الله هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، هذا لا ينفع في الآخر ما لم يكن مقرونا بالتوحيد الأعظم وهو توحيد الألوهية، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن القواعد أيضا عطاء الربوبية عطاء عام، وعطاء الألوهية عطاء خاص. عطاء الربوبية عطاء عام، وعطاء الربوبية عطاء خاص. ونحن نؤمن ونجزم بأن الله عز وجل هو المعطي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي تولى أمر كل شيء ورزقه في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وعطاء الله عز وجل قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فالعام للخلائق أجمعين، فيستوي المؤمن والكافر في عطاء الربوبية، بل ربما يفتح الله على الكفار من عطاء الربوبية ما لا يفتحه على خواص عباده المؤمنين. وأما عطاء الألوهية فهو عطاء الرضا والمغفرة والرحمة، وهو ما يعطيه الله عز وجل للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين.
فمن العطاء العام قول الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن العطاء العام أيضا قول الله عز وجل: كلا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، يعني يمد أهل الجنة وأهل النار من عطائه عز وجل. فيمد المؤمن الذي هو من أهل الجنة في الدنيا من عطائه، ويمد الكافر في الدنيا من عطائه. وما كان عطاء ربك محظورا. وأما العطاء الخاص فهو عطاء الله عز وجل لأهل الجنة في قوله: عطاء غير مجذوذ. وكما أعطى سليمان الريح وسخرها وسخر له الجن والإنس كلهم في خدمته، وكما رزق الله عز وجل زكريا الولد على الكبر، ورزق إبراهيم الولد على الكبر، هذا كله من عطاء الألوهية. فعطاء الربوبية لا ينفع صاحبه يوم القيامة إذا خلى عن الإيمان، وعطاء الربوبية لا يقتضي رضا ولا يقتضي رحمة ولا يقتضي مغفرة ولا يقتضي توددا منه عز وجل لعباده، بخلاف عطاء الألوهية الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو عطاء رحمة ورضا ومغفرة. فلا يغتر الإنسان بما عند الكفار من عظيم عطاء الربوبية أبدا. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فإذا لابد من التفريق بين العطائين. ويوضح ذلك القاعدة 33: عطاء الربوبية منفردا عن عطاء الألوهية استدراج. عطاء الربوبية منفردا عن عطاء الألوهية استدراج، يعني عطاء استدراج، كما قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله عز وجل تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. فإذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. فإذا فاتك شيء من بعض العطاء فاعلم أن الله عز وجل قد صرف عنك شرا. فمهما أفاض الله عليك من عطاء ربوبيته إذا لم يكن مقرونا بعطاء ألوهيته فاعلم أن ذلك من باب التمهيد لإهلاكك واستدراجك، وهو تفسير قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. القاعدة التي بعدها: كل أسئلة الربوبية في النصوص من باب استفهام التقرير، كل أسئلة الربوبية الواردة في النصوص من باب استفهام التقرير، كقولك لولدك إذا رسب: أولم أخصص لك مدرسا؟ أولم أسخر لك غرفة؟ أولم أغدق عليك المال؟ أولم أمنع أهلك من إزعاجك؟ هل هو يريد من ولده إجابة أو يقرره بنعمه؟ يقرره من باب الاستدلال عليه في قبح ما فعل. فالله عز وجل أحيانا في القرآن يأتي سؤال عن بعض مقتضيات ربوبيته، فالله لا يريد أن يبين معنى جديدا غافلا قد غفلوا عنه، لا، وإنما يريد أن يقررهم بهذا ليجعله دليلا عليهم. إذن لما لا تؤمنوا؟ فكأن الله بعد كل سؤال يقول: إذن لما لا تؤمنوا؟ إذن لما لا تعبدوا؟ إذن لما تعبدوا غيري؟
وذلك مثل قول الله عز وجل: قل من يرزقكم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل فقل أفلا تتقون، يعني أفلا توحدونه بالعبادة. فالله عز وجل لا يريد أن يقرر في قلوبهم معنى يجهلونه، وإنما يريد أن يقررهم بهذا، لأنه سؤال ربوبية، وكل أسئلة ربوبية تقريرية استدلالية احتجاجية. ومنها أيضا قول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فإذا جميع أسئلة الربوبية كلها من باب التوبيخ والتقرير لهم. ويقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هذه قاعدة القرآن العام، فجميع الأسئلة الواردة في شيء من مقتضيات الربوبية، فلا يريد الله بها أن يعلمهم شيئا جهلوه، لأن هذه المعاني متقررة في قلوبهم أصلا، وإنما من باب التقرير والتوبيخ والاستدلال به على وحدانيته في ألوهيته. ومن القواعد العظيمة في هذا الباب أيضا: العظمة والكبرياء من خصائص ربوبيته. العظمة والكبرياء من خصائص ربوبيته، وهذه من قواعد أبي العباس بن تيمية رفع الله ذكره وقدره. ولذلك يغضب الله عز وجل كثيرا على من يريد أن ينازعه في هاتين الصفتين. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها، أو قال: لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر، وهذا هو الشاهد، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم قال أبو العباس: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. والكبرياء أعلى من العظمة، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، فجعل العليا للملبوس الأعلى والسفلى للملبوس الأسفل باعتبار المخلوقين. ومن القواعد أيضا: المستحق لكل معاني الربوبية هو الموجود بذاته لا بغيره. المستحق لكل معاني الربوبية هو الموجود بذاته لا بغيره. وذلك أن الوجود ينقسم إلى قسمين: إلى وجود واجب ووجود ممكن. أما الوجود الواجب فهو وجود الله عز وجل، ونعني بالوجود الواجب أي الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، هذا هو الوجود الواجب، وهذا لا يصلح اتصاف غير الله عز وجل به. وأما الوجود الممكن فهو الوجود الذي سبقه عدم ويلحقه
زوالك وجودي ووجود السماوات والأرض ووجودك أنت ووجود الملائكة. من الذي يستحق معاني الربوبية؟ هو الموصوف بالوجود الواجب، والوجود الواجب هو الوجود بالذات، يعني أن وجود الله عز وجل لم يحتج إلى وجود آخر حتى يوجد، ولكن وجودي أنا احتاج إلى وجود آخر لأوجد أنا. فلو لم يوجد الأب والأم لما وجد الولد، وإذا لم يوجد الولد لم يوجد الأحفاد، ولو لم يوجد الحديد مثلا لم توجد السيارة، ولو لم يوجد الحجارة أو الرمل لم توجد الجبال. فإذا جميع وجود المخلوقات ليس وجودا ذاتيا، وإنما وجود بالغير، إلا وجود الله عز وجل، فوجوده وجود ذاتي لا يحتاج إلى موجود آخر ليوجد. فالمستحق لمعاني الربوبية ليس هو الذي يحتاج في وجوده إلى موجود آخر، وإنما الذي يستقل بوجوده ذاتيا عن غيره. ولذا وبهذا التقرير الفلسفي قليلا تستطيع أن تبطل عند الفلاسفة والملاحدة مذاهبهم. لماذا؟ لأنهم مثلا يصرفون شيئا من معاني الألوهية لبعض المخلوقات أو الربوبية لبعض المخلوقات، فتقول لهم إن من أخص خصائص الخالق ألا يحتاج إلى غيره، وهذا الموجود الذي أضفيتم عليه شيئا من الألوهية والربوبية قبل وجوده كان محتاجا لموجود آخر، فإذا أثبتت أنه محتاج أبطلت ربوبيته. بمجرد كونه يحتاج إلى شيء فهذا يبطل ربوبيته، لأن الرب لا يصلح أن يوصف بأنه محتاج. فالذي يستحق معاني الربوبية حقا هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى وجود آخر. لما؟ لأن وجوده واجب بالذات. فإذا المستحق لكل معاني الربوبية هو الموجود بذاته لا الموجود بغيره. ما فهمتموها؟ صعبة؟ هي فلسفيتني شوي لكنها من قواعد درء تعرض العقل والنقل. من يشرحها لي؟ الآن هؤلاء يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تنفع وتضر، كيف تأتي إلى إبطالها؟ تقول تتفق وإياهم على صفة، وهي أن الذي يصلح أن يكون إلها وربا هو الذي لا يحتاج، بل أنت صرت عبد لأنك محتاج لهذا، فحاجتك دفعتك للعبودية. فإذا المحتاج هو العبد، والذي لا يحتاج هو الرب. فنرجع إلى صنمك هذا الآن، قبل وجوده كان محتاجا لكم أنتم لتنحتوه، لتأتوا به من البرية، لتدخلوه في المصانع، ثم بعد ذلك نصبتموه، لو أراد عدوه أن يكسره لاحتاج الصنم لكم لتكونوا جنودا حوله لتحموه. فإذا هو يحتاج، فكيف تعبدونه وهو يحتاج؟ فإذا أثبتت أن المعبود محتاج، المعبود من دون الله يحتاج، فقد أبطلت بحاجته ألوهيته وربوبيته. لما؟ لأن الرب لا يحتاج. إذا علمتم هذا فاعلموا أن عندنا وجودين، وجود واجب ذاتي ووجود ممكن. المستحق لمعاني الربوبية هو الموصوف بالوجود الواجب. لما؟ لأننا إذا وصفنا الله بالوجود الواجب نفينا الحاجة عنه، وأما المخلوق فإنه موصوف بالحاجة لغيره، ومجرد حاجته تبطل إلهيته وربوبيته. إذن اسمع القاعدة، الموجود بذاته أو نقول المستحق لمعاني الربوبية هو الموجود بذاته الذي هو من الآن؟ الله، لا الموجود بغيره الذي هو من؟ سائر المخلوقات. حتى الملائكة أيصلح أن تكون ربا؟ الجواب لا. لما؟ لأنها احتاجت في وجودها إلى غيرها. والله عز وجل قد ذكر هذا البرهان بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والمتقرر عند جميع العقلاء أن كل موجود فلا بد أن يكون له موجد، وأن كل أثر فعل لا بد أن يكون له فاعل. فهذه السماوات والأرض ومن فيهما إما أن تكون قد خلقت نفسها، وهذا احتمال باطل، لأن قبل خلقها لنفسها عدم، والعدم لا يخلق،
وإما أن تكون قد وجدت من غير شيء أي صدفة، وهذا لا يمكن، لأن العادة جرت أن ما وجد صدفة فلا يستمر نظامه آلاف السنين وملايين السنين، يوجد صدفة ثم يختلط. لكن السماوات خلقت على نظام بديع، كواكب ومجرات هائلة ذات ملايين النجوم ما يصطدم بعضها ببعض، فلا يمكن أن توجد صدفة. إذن بقينا في الاحتمال الثالث، وهو أن هناك خالقا خلقها. هذا الخالق لا يصلح أن يكون إلا هو الله عز وجل، فهذا دليل على أن كل من في السماوات والأرض هو يحتاج إلى من؟ إلى الله. فإذا لا، هذا دليل يبطل إلهية الملائكة وإلهية الأنبياء والأصنام والأحجار والأولياء وجميع ما عبد من دون الله، تستطيع أن تبطله بهذا الطريق، وهو إثبات كونه محتاجا لغيره. الله عز وجل ذكره في آية أخرى أيضا، قول الله، قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني العابد احتاج إلى أن ينصره أحد، احتاج، فحملته حاجته إلى أن يعبد هذا الصنم، فقال الله عز وجل: أنت محتاج ومن عبدته محتاج، فكيف محتاج يعبد محتاجا؟ قال الله عز وجل: لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم، أي من يعبدون لهم، أي للأصنام، جند محضرون، أي يحمون الأصنام نفسها ممن أرادها بسوء، فإذا كيف محتاج يعبد محتاجا؟ فأبطل الله عز وجل إلهية هذه الأصنام والمعبودات بكونها محتاجة. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي أن المستحق لمعاني الربوبية إنما هو الموجود بذاته. لما؟ لأنه لما وصفناه بالوجود الذاتي أبطلنا عنه الحاجة، فحينئذ هو المستحق لأن يعبد، والمستحق لكل خصال الربوبية، لأنه لا يحتاج، فالرب لا يحتاج. وقد أثبت الله عز وجل ذلك أيضا في آيات أخرى، كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، فقال: ما احتجت لهم، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق. إذن هم خلقوا وقدرت عليهم الحاجة ليعبدوا، لأن الذي لا يحتاج لا يعبد. نحن نعبد الله لأننا نحتاجه، نحن نحتاج الله في هدايتنا وفي رزقنا وفي رحمتنا والمغفرة وأن يغفر لنا، ونحتاج إلى رضاه. ما يمكن أن يستغني المخلوق عن الله عز وجل أبدا. وقال الله عز وجل واصفا عدم حاجته: وهو يطعم ولا يطعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله في ملكي شيئا، ما احتاج لكم، هدايتكم لكم. وقال ثم قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عندي، إلى آخره. فإذن الله يستدل على ربوبيته بعدم حاجته، ويستدل على بطلان عبادة ما سواه بحاجته. أظن واضح إن شاء الله، وضحت إن شاء الله. ومن القواعد أيضا كل نظر في الربوبية، كل نظر في الربوبية لا يكون ما موصلا للألوهية فهو نظر عاطل، فهو نظر عاطل، يعني عاطل عن مقصوده. كل نظر في الربوبية لا يوصل صاحبه للألوهية، يعني لتوحيد الألوهية، فهو نظر عاطل، أي أنه معطل عن المقصود منه، وحجة على صاحبه يوم القيامة. وذلك لأن الله عز وجل أمرنا أن نتدبر وأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، وهذا نظر ربوبية، وأمرنا أن نتفكر في أنفسنا وفي الأرض وفي البحار وفي الأشجار وفي علم الأجنة وفي ما خلق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية بتمامها، هذا أمر بنظر ربوبية ولا لا؟
يعني نظر في آثار ربوبيته. وقال الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا أمر بالنظر في آثار ربوبيته. فكل أمر في القرآن بالتدبر في ملكوته وفي آياته الكونية وفي السير في الأرض، كله إنما يراد به جعله وسيلة للمطلوب الأعظم، وهو أنك تصل بهذا النظر العظيم أن خالق هذا الكون هو المستحق للعبادة دون ما سواه. فمن أوصله نظره في آيات الله الكونية التي هي من آثار ربوبيته إلى ذلك المطلوب الأعظم فهو نظر شرعي سني رحماني، توفيق من الله. وأما من اقتصر على هذا النظر وجعله مقصودا في ذاته كما فعله الصوفية أو كثير ممن يتحدث في الإعجاز القرآني، فإنهم محاضرات تلو محاضرات يتكلمون عن إعجاز الشمس وإعجاز الله في القمر، ثم يخرجون من المحاضرة ولا كلمة واحدة في بيان المطلوب الأعظم من هذا النظر والتأمل. بل إن الصوفية مبنى عقيدتهم على أن أعظم توحيد خلقنا الله لتحقيقه هو الربوبية للألوهية، فيجعلون الفناء في الربوبية هو المطلوب الأعظم. فتجدهم كثيرا ما يتكلمون عن الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والكواكب والبحار والأجنة، ثم تخرج من ذلك بلا نتيجة، إنما تخرج بنتيجة أن الله عز وجل قادر، وأنه مبدع، وأنه خالق، وأنه يعني هو الذي خلق. ثم بعد ذلك ماذا؟ نظرهم ليس بموصل لهم للمطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية. فالعلماء يصفون هذا النظر الذي انقطع في منتصف الطريق ولم يوصل صاحبه إلى المقصود الأعظم بأنه نظر عاطل وحجة على صاحبه يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل أنكر على الذين يسيرون في الأرض: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي لما لم تؤمنوا وقد سرتم ونظرتم؟ أولم يدبروا القول، أي لما تتدبرون ولا تؤمنون؟ فهؤلاء الذين أزعجونا في القنوات الفضائية وفي كثرة التآليف في الإعجاز الكوني لا يصلون بالقارئ أو السامع إلى النتيجة التي يريدها الله من نشر هذه الآيات، لا يصلون بالسامع إلى النتيجة، ويخيلون على السامع بأنه متى ما خرج من هذه الحلقة أو المحاضرة أو من قراءة هذا الكتاب بإقراره بعظيم قدرة الله أن هذا كافي، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بكافي، لأن قدرته من ربوبيته، فلا نزال في بوتقة الربوبية، لم نخرج منها الآن. ولذلك الله عز وجل ما نصب آياته للتفكر فقط، بل للتفكر الموصل للألوهية، وما نصب الشمس والقمر للتفكر في كيفية خلقهما فقط، لا، بل بالنظر والتأمل الموصل لتوحيد الربوبية وأنه واحد في ألوهيته تبارك وتعالى. فإذا انتبهوا، إذا جئتم تعلمون طلابكم في يوم من الأيام أو فتح الله على أحدكم بأن جعله مبدعا في الكلام على الإعجاز الكوني والإعجاز في البحار والإعجاز السماوي الفلكي، فلا يقتصر بطلابه على مجرد النظر في هذه الآيات حتى يقول لهم في آخر كلامه: والذي أوجد ذلك على هذا النظام هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، فلا إله إلا هو. متى ما أوصلك النظر إلى هذه النتيجة فأنت ممتاز، وأما إذا أخطأت ووقفت عند الوسيلة وتركت المقصود فما حققت شيئا، وإنما أقمت الحجة على نفسك وعلى سامعك. ومن القواعد أيضا: كل من ادعى الربوبية فكاذب دجال، كل من ادعى الربوبية فكاذب دجال. وهذا متفق عليه بين المسلمين، فكل من زعم أنه الله أو أنه الرب فإنه كاذب دجال. وبأدنى نظر في قرائن أحواله يتبين لك كذبه. وقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن عن رجلين ادعيا الربوبية والألوهية، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ثالث. الأول فرعون، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى،
وقال الله عز وجل عنه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لموسى مهددا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الثاني النمرود بن كنعان، النمرود بن كنعان وهو الذي حاجه وهو الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو ملك بابل. قال الله عز وجل عنه: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ونسبة الإحياء والإماتة له نسبة ربوبية، يعني أنه ادعى الربوبية بمجرد أن نسب لنفسه أنه يحيي ويميت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره. انتهى كلامه رحمه الله. أما الرجل الثالث فهو الدجال لعنه الله، فإنه يزعم أول ما يخرج أنه عبد صالح وأنه المهدي، ثم يترقى في الدعوة إلى أنه النبي، ثم يترقى بعد ذلك إلى كونه الدجال. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن عينه لا تنخسف إلا إذا ادعى الربوبية، وإلا فإن أول أمره قد يكون مختلطا بالناس غير معروف بعلامات، إلا إذا ادعى بعلامات معينة، إلا إذا ادعى الربوبية، فيتبين حينئذ تلك العلامات التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم كذبة ودجاجلة. فإن قلت: فلقد ادعى الربوبية والألوهية كثير، فلما تخص هؤلاء الثلاثة؟ فأقول: لأن ادعاءهم للربوبية هو الادعاء الذي حصلت به الفتنة العظيمة، وأما من يدعي الربوبية فتؤد فتنته في وقته أو يقتل ولا يكون له أتباع ولا يحصل به الفتنة، فهؤلاء لا عد لهم ولا حصر. ومن القواعد أيضا: أفي الله شك، أفي الله شك. وهذه القاعدة تتكلم عن وجود الله عز وجل، يعني أنه لا شك في وجود الله عز وجل ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته واستحقاقه للعبادة أبدا. وقد دل على وجود الله عز وجل الأدلة النقلية والعقلية والفطرية والحسية، وقد بينا ذلك في مواضع متعددة ولله الحمد والمنة. أما الدليل الحسي فهو من وجهين: في إجابة الدعوات وفي معجزات الأنبياء. فإن العبد يدعو ربه فيما بينه وبينه لا يسمعه ثمة مخلوق، ثم يرى ما دعاه ماثلا بين عينيه. من الذي سمعك ومن الذي آطاك؟ إنما هو الله. فاستجابة دعوات الداعين دليل على وجود الله عز وجل، وكذلك معجزات الأنبياء فإنها خوارق عظيمة جدا لا يستطيع البشر عن بكرة أبيهم أن يفعلوا شيئا منها. فمن الذي يستطيع أن يخرج ناقة من جبل كما خرجت ناقة صالح منه؟ ومن الذي يستطيع أن ينتق الجبل من جذوره من الأرض ويجعله كالظلة فوق الناس؟ إلا الله. ومن الذي يقلب العصا قلبا حقيقيا إلى حية ثم يعيدها إلى عصا؟ إلا الله. ومن الذي أقدر عيسى عليه الصلاة والسلام على أن يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويدعو الميت من قبره فيخرج ينفض الغبار عن رأسه؟ إلا الله تبارك وتعالى. فمعجزات الأنبياء دليل على وجود الله، لأن المخلوق مهما عظمت قدرته فلا يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا إجابة الدعوات ومعجزات الأنبياء من أعظم الأدلة الدالة على وجود هذا الرب العظيم. وأنا بدأت بدليل الحس لوضوحه. وأما دليل العقل فإن المتقرر عند العقلاء جميعا، وأما المجانين فلا كلام لنا معهم، أن كل حادث فلا بد له من محدث، وكل مفعول لا بد أن يكون له فاعل،
وهذه السماوات والأرض بأفلاكها ونجومها ومجراتها الهائلة وسمائها وأرضها وجبالها وبحارها وأنهارها وأشجارها والثقلين فيها لا يمكن أبدا أن تكون موجودة بنفسها ولا يمكن أن تكون موجودة صدفة بل لا بد أن يكون ثمة خالق خلقها وهذا الخالق لا يصلح إلا أن يكون الله تبارك وتعالى لأن هذه الأشياء العظيمة الكبيرة لا يستطيع هؤلاء الصغار أن يوجدوها ولا هؤلاء الحجارة من الأصنام أن يخلقوها لا بد أن يكون وراء هذا العالم الكبير الهائل خالق أكبر منه وأعظم منه وأقدر منه وهو الله تبارك وتعالى كما ذكر الله ذلك في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ولذلك يقول العلماء لو أن قصرا منيفا لو أن قصرا منيفا طاف الناس به من حسن جماله قيل للناس إن القصر بالأمس لم يكن موجودا واليوم وجد لما صدق الناس ذلك وهي قضية قصر صغير بناء صغير فكيف تصدق العقول أن هذه السماوات قد وجدت بلا خالق خلقها ولا مدبر يدبرها ولا مبدع أبدعها ولا إله يسيرها هذا أبدا لا تقبله العقول ولكن سبحان من أعمى بعض العقول عن الحق وطمس بعض الفطر عن رؤية نور الشمس وأما الدليل الفطري فقد فطر الله عز وجل كل إنسان على الإقرار بوجوده وجعل الإقرار بوجوده من جملة العلوم الابتدائية الفطرية التي لا يناقش فيها أحد أبدا بل لو أننا تركنا الوليد الصغير ينشأ بلا تأثير بيئي جانبي فلم يهوده أبواه ولم ينصره أبواه ولم يمجسه أبواه فجميع المؤثرات البيئية الخارجية منقطعة لنشأ الطفل وهو مقر بوجود الله عز وجل من غير مدرسة دخلها ولا كتاب قرأه ولا شيخ جلس بين يديه لأن هذا علم فطري لا يستطيع أحد أن ينكره من قلبه أبدا وأما الدليل النقلي فإن أدنى نظرة في القرآن والسنة ومعرفة التشريع وما يترتب عليه من الحكم والمصالح الآنية والآجلة والدنيوية والأخروية ليتبين له تبينا عظيما قاطعا بأن وراء هذا التشريع رب عظيم لا يمكن المخلوق مهما عظم ذكاؤه أن يقرر هذا التشريع فإن المخلوق الذكي بل أذكى المخلوقات لابد أن يكون في ذكائه بعض الخروق وبعض النواقص لأنه بشر ناقص والذي يصدر عن الناقص لا بد أن يكون ناقصا لكن هذا التشريع أتحدى أذكى الأذكياء أن يجد فيه ثغرة أو يجد فيه عيبا أو نقصا فهذا التشريع وهذه الحكم وهذه العلل المذكورة في الكتاب والسنة لا يمكن أبدا إلا من رب حكيم فإذا صدق الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ومن القواعد أيضا من أطاع أحدا الطاعة المطلقة فقد اتخذه ربا مع الله من أطاع أحدا الطاعة المطلقة بلا قيد فقد اتخذه ربا مع الله عز وجل لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ابتداء ولنبيه صلى الله عليه وسلم تبليغا وأداء فقط فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يخالف ربه في شيء من التشريعات لكان له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة ولكن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله فأفاد هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه فاكتسب الطاعة المطلقة ليس فاكتساب الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس اكتسابا استقلاليا ذاتيا من نفسه وإنما بأمر الله عز وجل فإذا الطاعة الاستقلالية المطلقة إنما هي لله تبارك وتعالى فمن جعل للمخلوق الطاعة المطلقة بلا قيد ولا شرط فقد اتخذه ربا لأن الطاعة المطلقة من خصائص الربوبية ومن سوى غير الله بالله في هذه الخصيصة فقد اتخذه
إلها مع الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لا نعبدهم، لسنا نعبدهم، أنتم معي؟ إنا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليسوا يحلون، انتبهوا لهذا، ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم، أي أنكم اتخذتموهم أربابا لأنكم أضفيتم عليهم الطاعة المطلقة. ومن أضفى على مخلوق الطاعة المطلقة فقد اتخذه ربا مع الله. وهذه قد تنفعنا في مسألة عدم التعصب المذهبي، بمعنى أن مذهب إمام، إن إمامك الذي تعظمه كالإمام مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد، إياك أن تضفي عليه وجوب الطاعة المطلقة، وإنما يطاع فيما قرره في مذهبه من طاعة الله عز وجل ورسوله. فمتى ما علمت أنه مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة فالواجب عليك أن تترك مذهبه في هذه الجزئية. أنتم معي في هذا؟ فلا يطاع أحد الطاعة المطلقة الاستقلالية إلا الله عز وجل. بل عندنا قاعدة فرعية، وهي أن من أمرك الله بطاعته فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، كما ذكرتها سابقا. فأبوك له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، والحاكم له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، والزوج بالنسبة لزوجته لها عفوا له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. ضحكت علي، قلت لها، ها، لها مطلق الطاعة، عسى ألا تنقلب الحال في بعض الناس. ليس لأحد أن يطاع في معصية الله عز وجل، ولذلك المتقرر عند العلماء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لما؟ لأن المخلوق إنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وضحت القاعدة؟ وهذا من مقتضيات ربوبيته تبارك وتعالى، أن تجعل له الطاعة الاستقلالية المطلقة. ومن القواعد أيضا: الشرك هضم لحق الربوبية، الشرك هضم لحق الربوبية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قولا بديعا أنقله بحروفه، قال: والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله عز وجل وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب الله عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ولرسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم عبيدا، أي بالاسترقاق. وهذا تعليل ما مضى، لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن القواعد أيضا: توحيد الله في أحكامه الكونية، توحيد الله في أحكامه الكونية من مقتضيات ربوبيته،
وتوحيده في أحكامه الشرعية من مقتضيات ألوهيته. أعيدها مرة أخرى: توحيد الله في أحكامه الكونية من مقتضيات ربوبيته، وتوحيد الله في أحكامه الشرعية من مقتضيات ألوهيته. وذلك لأن الله له حكمان: حكم كوني وحكم شرعي. فمن أشرك معه في أحكامه الكونية فقد أشرك معه في ربوبيته، ومن أشرك معه أحدا مشرعا في أحكامه الشرعية فقد أشرك معه في ألوهيته، ومن وحده في أحكامه الكونية فقد استقام توحيد ربوبيته، ومن وحده في أحكامه الشرعية فقد استقام توحيد ألوهيته. وذلك لأن الحاكمية المطلقة ترجع إلى من؟ إلى حاكم واحد وهو الله عز وجل. ولكن إذا قالوا توحيد الحاكمية، هل هو توحيد مستقل أو مندرج؟ منهج الإخوان المسلمون يجعلونه توحيدا مستقلا ويدعون إليه بخصوصه ويفردونه عن بقية سائر أنواع التوحيد، ولكن منهج أهل السنة والجماعة يقسمون بين الحاكمية الكونية والحاكمية الشرعية فيدخلون كل واحدة منها تحت قسم من أقسام التوحيد. فالحاكمية الكونية الصادرة من الله تدخل تحت ربوبيته، فإذا لا داعي إلى إفرادها، وليست قسيمة للربوبية بل هي من جملة مقتضياتها، ويجعلون الحاكمية الشرعية داخلة تحت دائرة توحيد الألوهية، فإذا ليس التوحيد أربعة أقسام، الأقسام الثلاثة المعروفة مضموما إليها توحيد الحاكمية، لا، بل الحاكمية مندرجة تحت قسم من أقسام التوحيد، فإن كانت كونية فتحت توحيد الربوبية، وإن كانت شرعية فتحت توحيد الألوهية. ومن القواعد أيضا: أفعال الربوبية معللة بالحكم والمصالح عند أهل السنة. أفعال الربوبية معللة بالحكم والمصالح عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وإنك لو نظرت إلى كثير من أفعال الله التشريعية لوجدتها مقرونة بالحكم والمصالح، كقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل لما شرع القصاص، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، قال من أجل ذلك. وقال الله عز وجل: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، وهو حكم كوني، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حكم شرعي. فإذا لو نظرت إلى أفعال الله الكونية والشرعية لوجدتها معللة. لما خلق الشمس؟ لعلة، إذن هذا فعل كوني معلل. لما خلق الله القمر؟ لعلة، إذن هذا فعل كوني معلل. لماذا خلق الله الذبابة والبعوضة والبقة والنحلة والنملة؟ كل شيء في الوجود فهو فعل معلل. لم يخلق الله عز وجل شيئا عبثا لا كونا، ولم يقرر شيئا عبثا شرعا. فجميع أفعال الله الكونية معللة، وجميع أفعال الله الشرعية معللة. فهمت هذا؟ إياك أن تقدح في شيء من أفعال الله لا الكونية ولا الشرعية، فإياك أن تقول هذا الحكم الشرعي لا علة له، بل له علة ولكن قد تكون علة تعبدية عقلك لا يدركها. إياك أن تقول هذا القلم مخلوق بلا حكمة، انتبه، لأن الله عز وجل خلقه المخلوق صوره على هذه الصفة، لكن الله أقدر المخلوق على إيجاده على تصويره بهذه الصفة، إذن له حكمة. أصغر المخلوقات لها حكمة، ولذلك الله عز وجل قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. جميع الأمثلة مؤهلة أن يضربها الله عز وجل، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها،
ما دام المثل سيوصل الحق لن يستحي الله عز وجل أن يضربه للناس. ثم جاء الله عز وجل بأصغر المخلوقات التي تراها العين بعوضة فما فوقها، أي لن يستحي الله أن يقرب ما يريده بالمثال ولو كان ببعوضة. فإذن خلق الله عز وجل هذه البعوضة لحكمة يعلمها الله، فإياك أن تسأل الله لما خلقت هذا أو ما الحكمة من إيجاد هذا، هذا عند أهل السنة والجماعة. وأما كثير من طوائف أهل البدع فإنهم يعطلون أفعال الله الكونية وأحكامه الشرعية عن كثير من عللها وحكمها ومصالحها، حتى يقول قائلهم لو أن الله أدخل أهل الجنة النار وأهل النار الجنة لكان حسنا من الله، لو أن الله نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد لكان حسنا من الله، لو أن الله أمر بعقوق الوالدين ونهى عن البر لكان حسنا من الله. لما؟ لأن أمره بالبر لم يكن عن حكمة ومصلحة، وإنما لأنه الله يحكم ما يريد. أنتم معي في هذا؟ ولأن أمره بالتوحيد ليس لمصلحة، ليس لجمال التوحيد ولا لحسن التوحيد ولا لمصالح التوحيد ولا لحكمة يعلمها الله في التوحيد، وإنما لأنه الله. فلو أنه عكس الأمر وأمر بما كان قد نهى عنه ونهى بما كان قد أمر به لكان حسنا من الله. هل هذا المذهب، هل أصحاب هذا المذهب قدر الله حق قدره؟ لا والله. لو أنني أنا الآن أخرجت أفعالك الكونية وأفعالك التشريعية التعبدية عن الحكم والمصالح لوصفتك بأنك مجنون. المجنون هو الذي قد تصدر منه بعض الأفعال وهو لا يقصد بها شيئا ولا حكمة له فيها. أنتم معي؟ فهذا مجنون. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره فعلا، لو أنهم عرفوا عظيم حكمة الله وعلمه وخبرته لعرفوا أن الله لا يخلق كونا ولا يحكم كونا إلا بما فيه مصلحة، ولا يأمر شرعا ولا ينهى شرعا إلا وفيهم إلا عما فيه مصلحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن القواعد أيضا الاستعانة بالله وحده من مقتضيات ربوبيته، وعبادته من مقتضيات ألوهيته. الاستعانة بالله وحده من مقتضيات ربوبيته، وعبادته وحده لا شريك له من مقتضيات ألوهيته. والله عز وجل يربينا في كل صلاة على الإقرار بالتوحيدين، إياك نعبد وهذا تحقيق للألوهية، وإياك نستعين وهذا تحقيق للربوبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. إذن إياك نعبد يحقق بها العبد توحيد الألوهية بمقتضياتها. ثم قال رحمه الله وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم. فكلما سمعت الإمام أو قرأت إياك نعبد وإياك نستعين فاعلم أنك تجمع بين التوحيدين بالمقتضيين المذكورين. ومن القواعد أيضا لا رازق على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، الآية بتمامها. وقال الله عز وجل أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة ربكم عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال الله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
القاعدة التي بعدها: رزق المخلوق رزق تابع سببي لا ابتدائي تقريري. رزق المخلوق تابع سببي لا ابتدائي تقديري. بمعنى أنه قد يعترض علينا في القاعدة الأولى بأن المخلوق قد وصفته الأدلة بأنه يرزق، كقول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فوصف المخلوق بأنه يرزق. فحينئذ تجيبه بهذه القاعدة أن المخلوق وإن وصف بأنه يرزق غيره لكن ليس رزقا ابتدائيا تقديريا إيجاديا، وإنما رزق تابع سببي، بمعنى لو لم يقدر الله عز وجل أن يجري رزقك على يد هذا المخلوق لما وصل إليك شيء من الرزق. فانظر إلى من يعطيك شيئا من الرزق من المخلوقات على أنه سبب يسره الله عز وجل لك في وصول ما أراده الله لك من الرزق. وطوبى لمن لم ينظر إلى المخلوقين في أرزاقهم إلا نظرة سببية فقط، فإياك أن يقدح في ذهنك أنه هو الذي قدر أو ابتدأ الرزق من عند نفسه، لا، وإنما الرازق ابتداء وتقديرا هو الله عز وجل. وهذا هو معنى قولنا لا رازق على الحقيقة، يعني قولنا على الحقيقة يعني ابتداء تقديريا إلا الله عز وجل. وأما الرزق الذي يوصف به المخلوق فهو الرزق التبعي بأمر الله والسببي، يعني أن الله جعل هذا المخلوق سببا لإيصال ما كتب لك في اللوح المحفوظ من الأرزاق. فإذا رأيت الإنسان يوزع الرواتب فاعلم أنه لم يرزق الناس هذه الرواتب، وإنما صار سببا في إيصال هذه الرواتب للناس. وإذا ذهبت إلى الأمير وسألته وأعطاك شيئا من المال فإياك أن تظنن أنه أعطاكها ابتداء تقديريا، لا، وإنما الله كتب لك هذا المال وسخر لك شيئا واحدا من أسباب كونه ليوصل لك هذا المال. فإذا ما يسلمه المخلوق للمخلوق من الأرزاق إنما هو شيء تابع لمراد الله وسببي أراد الله أن يجعله سببا لإيصال ما كتب لك. فإذا من الرازق على الحقيقة؟ من الرازق تقديرا ابتدائيا؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حتى يفرق بين الرزق السببي والرزق الابتدائي، بين النفع السببي والنفع الابتدائي، بين الضر السببي والضر الابتدائي التقديري. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الله ينفع عبده ابتدائيا نفعا ابتدائيا تقديريا، والمخلوق ينفع غيره نفعا تابعا سببيا. الله يكتب ابتداء وخلقا وإيجادا وتقديرا الإضرار بعبده، الضر على عبده لحكمة يعلمها، لكن قد يكون هذا الضر يصلك على يد أحد من الناس، فالمخلوق ضرك إضرارا تبعيا سببيا لا ابتدائيا تقديريا. أنتم معي ولا لا؟ فإذا ما يوصف الله به هو الشيء مبتدأ هو الشيء تقديرا، وما يوصف المخلوق به هو الشيء تبعا أو الشيء تسببا. ما فهمتها؟ بإذن الله واضحة؟ إيش بلاكم؟ جاكم النوم؟ طيب، ومن القواعد أيضا مشيئة الله، نفس الشيء، مشيئة تقديرية ابتدائية، ومشيئة العبد مشيئة تابعة سببية. مشيئة الله تعالى مشيئة تقديرية ابتدائية، ومشيئة العبد مشيئة تابعة سببية، كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. طيب، أولم يشاءوا هم الاقتتال؟ الجواب أجيبوا: أولم يشاءوا هم الاقتتال؟ شاءوا الاقتتال، لكن مشيئتهم للاقتتال مشيئة سببية تابعة،
وإنما الذي شاءها تقديرا وإيجادا هو من؟ الله. فلو لم يشأ الله في السماوات أن يقتتلوا فإنهم وإن شاءوا أن يقتتلوا لن يحصل الاقتتال. وإذا شاء الله عز وجل في السماوات تقديرا أن يقتتلوا فسيحصل الاقتتال ولو لم يشاءوه، كما نشب القتال بين بعض الصحابة وهم لا يريدونه أصلا، يريدون الصلح وتنتهي المسائل، لكن نشب القتال لأمر يعلمه الله عز وجل وحكمة اقتضاها. فإذا صارت المشيئة التقديرية الابتدائية يملكها من؟ الرب تبارك وتعالى. وأما مشيئتك التي أنت تشاؤها في الأشياء فهي مشيئة تابعة لمشيئة الله وسببية لتحصيل ما شاء الله أن يأتيك. ويبين ذلك قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. أنتم معي في هذا؟ طيب انتبهوا، المشيئة يراد بها الإرادة الكونية، انتبه، لا توصف الإرادة الشرعية بالمشيئة وإنما توصف بالمحبة، بدليل وهذا التنبيه لماذا؟ لأن من الناس من يقول: إن الله يشاء الإيمان مني وأنا أشاء الكفر، فوقعت مشيئتي ولم تقع مشيئة الله. يقولون: إن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الإيمان، فلما تعارضت المشيئتان غلبت مشيئة من؟ العبد. فكيف ذلك؟ هذا الذي جعل المعتزلة القدرية يخرجون الكفر عن كونه مرادا لله حتى لا يثبتوا تعارض المشيئتين مع غلبة مشيئة العبد. وأصل الغلط أنهم وصفوا محبة الله وتشريعه بالمشيئة، هذا خطأ، انتبهوا، الله أراد شرعا الإيمان من الكافر، وهل الإرادة الشرعية لابد أن تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. فالله يحب الإيمان من الكافر، لكن ليس كل شيء يحبه الله لابد أن يقع. فهم وصفوا المشيئة والإرادة الشرعية وصفوها فهم وصفوا المحبة والإرادة الشرعية بماذا؟ بالمشيئة التي لا بد أن تقع. فإذا شاء الله الإيمان من الكافر فلا بد أن يقع الإيمان، ومع ذلك في الحقيقة أن الإيمان لم يقع، فإذا انغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. نقول: لا، أنتم أخطأتم في إطلاق المشيئة على الإرادة الشرعية والمحبة. عرفتم وجه الغلط؟ فإذا الله شاء الإيمان من الكافر ولا أحب ورضي الإيمان من الكافر وأراده شرعا؟ أحب ورضي وأراد شرعا، لكن إذا لم يؤمن فليس بلازم، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء، الآن إرادة شرعية ولا كونية؟ ولو شاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لما قلبها من كونها شرعية إلى كونية قال: ما في أحد يستطيع أن يتخلف عن الإيمان لو شئت كونا أن يؤمنوا، ها؟ لو شئت كونا أن يؤمنوا لآمنوا جميعا، ما يمكن أن تتعارض مشيئتهم مع مشيئتي. لكن الإيمان منهم لا أشاؤه كونا وإنما أحبه شرعا، فقد يؤمن بعضهم وقد يكفر بعضهم، لأن المشيئة لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. هذا هو مبدأ الغلط الذي وقعت فيه القدرية، وهي الخلط بين المشيئة والمحبة، والخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إن شاء الله وضحت شيخ سيد، الحمد لله. أحيانا من زيادة التوضيح تعود مرة ثانية. ومن نقيم ولا شيخ باقي خمسة. ومن القواعد أيضا الحسنات والسيئات تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا، تسببا، وتنسب إلى العبد تسببا واكتسابا. أعيد القاعدة مرة أخرى بالصيغة النهائية: الحسنات
والسيئات تنسب إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العبد إيش؟ تسببا واكتسابا. متى ما أطلق القرآن الحسنة والسيئة اعلموا أنه يريد بها الأمور الكونية التي ينتفع بها الناس أو يتضرر بها الناس. فالمطر من الحسنات، والقحط من السيئات، الانتصار في الحروب من الحسنات، والهزيمة سيئة، الزلازل سيئة. فمصطلح السيئة والحسنة في القرآن يعني الشيء النافع أو الشيء الضار، لا يقصد بها المعصية أو الطاعة، كما قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم حسنة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وكما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى ما ورد عليك لفظ الحسنات والسيئات في القرآن فاعلم بها، فاعلم أن المراد بها الأمور النافعة أو المصائب الكونية. الموت مصيبة من السيئات ولا لا؟ والحياة والإنجاب من الحسنات. المرض من السيئات، والصحة من الحسنات. اتفقنا على هذا؟ طيب، ما يصيب الناس من الخيرات وما يصيبهم من المضرات ينسب إلى من؟ إلى الله ولا إليهم هم أنفسهم؟ قالت هذه القاعدة: لا ننسبها إلى الله مطلقا ولا ننسبها إلى المخلوقات مطلقا، بل فيه تفصيل. فالحسنات والسيئات تقديرا وخلقا وإيجادا تنسب إلى من؟ إلى الله، فهو الذي خلق المطر والقحط، وخلق الانتصار والهزيمة، وخلق الصحة والمرض، وخلق الموت والحياة، وخلق القرب والبعد، والحب والبغض. الحسنات والسيئات خلقا وتقديرا من الله. لكن إذا أصابتك سيئة أي مصيبة، فهنا تنسب إليك أنت تسببا، يعني بما كسبت يدك أنت، أنت المتسبب فيها. فربك ليس بظلام للعبيد، وإنما يصيب العبد من السيئات كالقحط بسبب شؤم معصية بني آدم، كالانهزام في الحروب بسبب المعصية التي يرتكبونها مثلا، أو الموت، موت الأولاد أيضا قد يكون بسبب شؤم معصية يرتكبها أبوهم، المرض قد يكون بسبب معصية ترتكبها أنت. فإذا الحسنات والسيئات تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا، تحصيلا أو اكتسابا وتسببا. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا آيتين يظن الجاهل أنهما متعارضتان. الآية الأولى قول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، طيب، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فإذا قسموا بين الحسنات والسيئات ولا لا؟ أجيبوا يا أخوان، قسموا. هل رضي الله بهذا التقسيم أو أنكره؟ الجواب أنكره، فقال: قل كل من عند الله. انتهت الآية. الآية اللي بعدها قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا فصل بينهما، فكيف ينكر عليهم التفصيل وقد فصل هو؟ هذا يظن الناس أنها، بعض الناس أو الجغال، أنها متعارضة. لا تعارض، لأن نسبة الحسنات والسيئات في الآية الأولى نسبة خلق وتقدير وإيجاد، ونسبة الحسنات والسيئات في الآية الثانية نسبة تحصيل واكتساب. فلما أضاف المشركون السيئة إلى رسول الله تقديرا وتطيرا، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، يقول: ما أصابنا إلا بسبب وجودك أنت بيننا، ووجود الصالحين ليس سببا للسيئات بل سبب للحسنات. فلما كانت نسبتهم إليه نسبة تقديرية قال الله: قل كل من عند الله، أي خلقا وإيجادا وتقديرا.
لكن لما جاءت النسبة الثانية صارت نسبة تحصيل واكتساب، ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك تحصيلا واكتسابا لا تقديرا وإيجادا. وضحت المشكلة؟ فإذا النسبة في الأولى نسبة تقدير فأنكرها الله، والنسبة الثانية نسبة تحصيل واكتساب فأقرها الله، فلا إشكال في ذلك. إذن الحسنات والسيئات يا إخوان أجيبوا، تنسب إلى الله ولا إلى المخلوق؟ إلى الله تقديرا وإيجادا، وإلى المخلوق تسببا واكتسابا. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.